نستعمل الصوبيا على المازوت الحين، ما نستعمل السخانات على الكهرباء لأنه ما في كهرباء. كهرباء تجينا الساعة 8 الصبح لساعة 10 فقط، وتجينا الساعة بالليل شي ساعة 12 لساعة 4. نحن بالبيت كان شكل عام عم نستعمل الصوبيا لأنه تدفئة هون عندنا كهرباء كتير ضعيفة، يعني نستعمل هالسخانات يعني بتنفصل، يعني الكهرباء عندنا كتير ضعيفة، يعني 4 أمبيرات ما بتساوي الشي فيها. يعني لو كان زيادة عن العالم في منهم ما يقدروا يستعملوا الصوبيا، في منهم وضعهم يعني مادي يعني مو كتير. يعني كمان بنطلب من شركات الكهرباء إنه يعطونا الكهرباء زيادة للعالم ويستعملوا هالتدفئة، يكون مساعدة لهم كمان. من صوبة استعمال دكين من كهرباء تهدي مقطوعة وجمدة أم كهرباء استعمال دكين بوا أم عند القرن بي أم قرن بي وأختي أنا صوبة بي أم جمدة بخلنا خوش كفامي. نستعمل الصوبة أكتر شيء لأنه الكهرباء ما تجي ومضطرين يعني نشغل الصوبة من الصبح بالليل كله يعني تقريبا. وهالسنة عطونا المازوت قليل يعني برميل واحد، أخاف ما يكفي. وتعرف السنة ما شاء الله فيضانات والجو من هلا برد، يعني الله يعين. بحلول فصل الشتاء وخاصة مع وجود موجات البرد، الشغلة الوحيدة اللي عم ندفع فيها هي الصوبيا المدفأة، لأنه الكهرباء والسخانة، الكهرباء عندنا مثلا ضعيفة وعلى الامبيرات يعني ما فينا نستعمل السخانة، فمضطرين إنه نستعمل المدفأة.